Şu hamleyle şaret. Mini ile izana bu vakit. اهلا وسهلا خالي. اهلين فيكي بنتي، جيت لاطمن على بهجت. تفضل خالي تفضل. اهلا وسهلا خالي. اهلين فيك، خليك قاعد. الف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا خال. مانك جوعان؟ خليني احط لك لقمه تاكلها. لا يا بنتي يسلموا، بس بدي عزبك بكاسه شاي. طيب. ايه المرحومه امي على طول كانت تقلي يلي بيلعب بديله رح يجي يوم وتنقص رقبته مع ديله. والله ما فيني لومك. اسكت ولا مو عيب عليك، ما بتسعي لحالك انت؟ بهجت، صار لك كل هالفتره قاعد عندي، لك يا منظوم ما خطر لك تسألني شو عم يصير معي ولا إذا لازمني شيء؟ شو قصدك خالي؟ والله ماني فهمان. لك عم بحكي عن عتاب ناوي يتقرب منا وما بعرف شو أعمل، وانت خزات العين صرت معلم وفي عندك خبرة. لك شو هالحكي خال؟ الله يخليك. لك ابني احكي لي شو أعمل معها، ما أنا بضل خالك ولو. لك اخدمني هالخدمة شو بيصير؟ لك قلي كيف لازم اتقرب منا. الله يجيبك يا طولة البال. لك شو فيها؟ انت بتعرف انا ما بحب اللف والدوران ابدا. انت غلطت وخنت مرتك، وشو ما عملت ما فيني لومها. انا توكلت على الله وان شاء الله رح ياخذ لي حقي. ونعم التوكل يا بنتي. وانت مو عيب عليك، عندك هيك مره منيحه، شو بدك اكتر؟ بعدين حرام يلي عملته بيخالف شرع ربنا. لك انت ما بتخاف ربك خالي؟ لسه من شوي قلت لي علمني كيف اتقرب من الست عتاب. وعم تكذب على لساني؟ سكوت، شو مفكر كل الناس مثلك؟ هو هيك قال لي، واذا بدك اسالي قلت لي هالشي ولا ما قلت لي؟ شو قصتك انت؟ لك ابني انا كنت عم بحكي كرمالك، كنت عم بنصحك مو اكتر. شو بدك فيه خالي؟ خلص ما بيستاهل ترد عليه. معليش بنتي معليش، بس لو انت مو موجوده كنت عرفت شغلي معه. يلا بالإذن منكم. خليك قاعد شوي. تذكرت، شافني خليلي وانا جاي واعطاني هاي الادويه وقال لي اعطيك اياهن. خدي بنتي. يسلموا ايديك. مين هذا خليل؟ خليل الصيدلاني، هذا اللي من ضيعتنا. يعني انت قصدك هذا اللي كان خطيبك؟ انا رح جيب لك كاسه مي مشان تاخذ الدواء لحتى تتعافى.